صباح الخير. بقالي فترة بعمل مراجعات عظيمة جدا في حياتي من ساعة ما أمي حلمت إن أنا مت، فأنا اعتبرت ده مسج لازم أخدها بمنتهى الجدية. أنا شخص حياته في شغله، مش علشان الشغل هواية وتحقيق ذات والكلام الجميل ده، ولو إنه حقيقي يعني، بس لأن أنا أم زي ما بيقولوا كده، أم معيلة. كان لازم أربي ولادي بنفسي وأصرف عليهم، فكان لازم أشتغل. يعني الشغل بالنسبة لي مش أوبشن، وعلى الرغم من إن أنا بان إن أنا حد مجتهد جدا وبيشتغل كتير جدا طول الوقت وي 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 إلا إن أنا لو كان عندي الاوبشن ان يبقى في راجل في حياتي اتجوزه ويصرف عليا ويدلعني، طبعا كنت هعمل كده. ولا اندبندن وومن ولا سترونج ولا الكلام الفاضي ده، لا انا اتدلع اتدلع جدا واسيب نفسي. ف للاسف ده الاوبشن ده ما حصلش. حمام سباحة بس الجو برد مش قادرة انزل فيه، ولو اني بفكر انزل برضو. الاوبشن ده للأسف اوبشن الراجل اللي يجوزني ويدلعني ويستتني ويهنيني ده ما كانش موجود، خصوصا ان انا معايا ولدين. فمين هياخد ست معاها ولدين ويربي فيهم ويصرف عليهم؟ فانا ما كانش عندي قدامي اي حل تاني غير اني اشتغل، واشتغل كتير جدا. ولما دخلت الاعلام، دخلت كبيرة، كان عندي 30 سنة. عادة الناس بتدخل الإعلام فريش جراديوت، يعني لسه متخرجين. الإعلام من الحاجات اللي بتحتاج سن صغير في الأول. فدخلت عندي 30 سنة وبشتغل ريبورتر مراسل، ف دي كانت حاجة غريبة جدا على السوق. بسرعة بسرعة، المهم ها 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 ها، ابتديت مشروع المذيعة. الناس بتقولي انتي بتعملي تحقيقات ليه وبتعرضي نفسك للخطر ومش عارفة ايه؟ لاني ببساطة كنت عايزة اربي ولادي، مش لاني غاوية خطر. انا ما كانش ليا ظهر سند، مش داخلة بواسطة، مش داخلة بحد، انا داخلة بشطارتي. فانا لو ما عملتش حاجة مختلفة وحلوة، لا هنجح ولا هستمر ولا الناس هتسيبني اشتغل. فانا سالت يا جماعه، هو ايه اصعب حاجه في الدنيا الناس ما بتعملهاش؟ قالوا لي حاجه جديده على مصر خالص، ما حدش عارف يعملها، اسمها تحقيقات استقصائيه. تمام، ذاكرت عملت تحقيقات استقصائيه والحمد لله يعني جابت نتائج. بس فيقولوا لي انت كنت بتعملي الحاجات الخطر دي ليه؟ كنت بربي ولادي، كنت بربي ولادي. انا لو ما عملتش الحاجات الخطر مش هيطلع شغل مختلف، مش هيطلع شغل كويس، مش هعرف اربي ولادي. ماشي، عملت المستخبي. وبعدين في ناس بتقول لي البيت حلو، بالمناسبة البيت ده مش بتاعي، البيت ده بتاع آية صاحبتي، وانا باجيلها لان ده المكان الوحيد اللي انا بحس ان انا ممكن اكتب واشتغل، لاني بكتب قصتي، بكتب واشتغل. ده المكان الوحيد اللي بعرف اعمل فيه كده. وايه زمانها نازله دلوقتي وهطلعها لايف سواء لابسه او مش لابسه. بالمناسبه انا ما اقدرش اجيب بيت زي ده. ناس كتير فاكره ان انا مذيعه وغنيه بقى ومعايا فلوس ومش عارفه ايه. لا لا، انا عايشه في شقه عاديه جدا 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 في مصر القديمه. انا ما قدرتش اعمل الفلوس اللي المذيعين بيعملوها، لاني ببساطه كنت بعمل نوع شغل كل اللي بيشتغلوه في العالم كله يعيشوا فقراء ويموتوا مقتولين. وكنت راضيه وموافقه، يعني يكفي ان انا عملت اسم كويس، كنت بعمل الحاجه اللي بحبها اللي ربنا خلقني علشان اعملها، حتى لو معرفتش اعمل فلوس. لان حتى لما كنت بعمل مشاهدة، الإعلانات بتاعة المشاهدة تروح للقناة، والقناة تبيع وتشتري فيا، لأن الكلاينتس أو المعلنين مش جايين بمعرفتي أنا، دول جايين لمشاهدة القناة.
اه معروف منى بتعمل مشاهدات وارقام وبتاع، فخلوها تشتغل، خلوها تجري وتشتغل بس بدون ما تتقدر. للأسف أنا ما تقدرتش على شغلي، لا ماديا ولا معنويا، عشان كده أنا لسه عايشة في شقة بسيطة جدا عادية جدا في مصر القديمة، وما أقدرش أجيب بيت زي ده خالص يعني. اللي حصل ان من رمضان اللي فات فجأة القناة اللي هي النهار انهت التعاقد بيني وبينه وبطريقة غريبة مريبة بدون اي اسباب وبدون اي حتى كلام واضح بالانهاء. المهم يعني ما كنتش فاهمة ليه، هو ايه اللي بيحصل، ايه المشكلة. وبعدين عرفت ليه، عرفت ليه لما طلعت الأخبار في السوشيال ميديا والناس بعتولي. عرفتي ليه النهار استغنوا عنك؟ فهمت ليه وضحكت واستغربت. بس يعني كل واحد حر في قراراته وفي حياته، وكل حاجة، وربنا يوفق الجميع يعني للخير. المهم أنا دلوقتي بشتغل في حاجتين مهمين قوي، واحد النقل. آه والله رحت اشتغلت في شركة نقل اللي عندهم ميكروباصات وعربيات وكده، كان حلمهم ياخدوا مشروع نقل الركاب والموظفين للعاصمة، فمسكت أنا المشروع ده لغاية ما الشركة خدت المشروع. وفي نفس الوقت بفكر، لأن عندي لسه أفكار إعلامية، فبما إني اشتغلت في البيزنس عندي شركات كتير جدا جدا جدا، عندي أفكار حلوة إزاي نقدر نفيد الناس عن طريق الشركات دي، حتى عن طريق الشركة اللي أنا بشتغل فيها. أيه أيه استنوا استنوا، أيه افتحي كده الإزاز، تعالي كده، بتحارب في الستارة، اعملي باي باي، استني تاني، باي باي تاني. انزلي بقى اتأخرنا. ماشي، دي أوضة آية، وأنا هي مدياني الأوضة التانية اللي جنبها دي اللي جنب السلم، بس أنا ممكن أقعد في الأوضة دي برضو. المهم الشركة اللي أنا بشتغل فيها عندها فرص شغل كتير جدا، عندها فرص استثمار جدا للشباب، خصوصا في مشروع نقل الركاب والموظفين للعاصمة، المشروع اللي أنا تعبت وجبته ليهم، وعايزة أصور ده. تفتكروا؟ ومعنديش لأول مرة من ساعة ما بقيت مذيعة مجاليش أوفر من قنوات تانية، مش عارفة صح ولا لا أقول الكلام ده، بس أنا شخص يعني إيه، واضح وبسيط ومش بتاع حركات. فبما إن المشهد دلوقتي ده، غير إن المشهد الإعلامي دلوقتي بصراحة والشهادة لله مقرف ومؤذي، ويمكن ربنا بعدني عن المشهد ده خير ليا يعني، يمكن ربنا بيقول لي خليكي بعيد دلوقتي، مش وقتك، مش زمنك، يمكن يعني. لما بزعل بالطريقة اللي تم الاستغناء عني بيها لأنها ما فيهاش تقدير كفاية،
بقول ما تزعليش، تعبك مش هيروح هدر، مجهودك مش هيضيع. كل واحد له زمنه وله وقته. أكيد عدم وجودي في المشهد دلوقتي لأنه مش زمني، مش وقتي، وأكيد ده الخير ليا. كل ما أزعل على الطريقة اللي تم الاستغناء بيا، الاستغناء عني بيها، أقول يكفي إن اسمك لسه نظيف، يكفي إنك ما خنتيش مهنيتك. أنا كنت أقدر أعمل فيلا وبيت أحسن من ده 1000 مرة. أنا ياما جاتلي عروض، مش علشان أغير الحقيقة، لأ، أنا جاتلي عروض بملايين بس عشان أوقف عرض حلقة. عرض حلقة مصانع كبيرة عالمية، فضحنا شغلهم وفضحنا خيبتهم ووكستهم وفسادهم. تعرض عليا ملايين عشان بس الحلقة ما تطلعش، مش عشان أزور الحقيقة. وأنا قلت لأ، الحقيقة أغلى من إن هي تتباع، ولو رزقي الفلوس دي تجيلي هتجيلي. ولو أنا قلت لأ الفلوس دي ما تجيش بالطريقة الشمال، هتجيلي باليمين. مفيش رزق بيروح، ده اللي أنا مقتنع بيه يقينا. وأنا ليا رزق مادي ومعنوي، مقتنع تماما إنه هيجيلي، وهيجيلي لغاية عندي، هيجيلي من غير ما أوطي، هيجيلي من غير ما أتنازل، هيجيلي من غير ما أبيع اسمي أو ألوثه أو أقايض عليه. هيجيلي ليا حق أدبي، هيجيلي ليا حق مادي، هيجيلي، دي ثقتي. بس اللي أنا مش قادرة أقرره دلوقتي، واللي أنا طلباكو بما أنكو اللي باقي ليا من شغلي الإعلامي السنين دي، لو أنا لسه عندي أفكار أخدم بيها نفس المجتمع اللي خدمته بعمل التحقيقات، لو أنا لسه ليا علاقات بشركات عاملة نجاحات اقتصادية دلوقتي في السوق، ليمون، تقدر تفيد المجتمع، ما طلعوش عشان أنا مش على التلفزيون، ولا طلعوا حتى لو طلعته على السوشيال ميديا، ده السؤال. لو أنا عندي فكرة تفيد الناس، توفر وظائف، تفتح مشاريع صغيرة تانية جنب المشاريع الكبيرة، أفكار تنموية، أفكار بتندرج في البيزنس تحت اسم CSR، اللي هو Corporate Social Responsibility أو Social Corporate Responsibility، اللي هي بالعربي اسمها المسؤولية المجتمعية للشركات. يعني إيه المسؤولية المجتمعية للشركات؟ يعني إزاي كل شركة وكل كيان بيكسب عليه مسؤولية ناحية المجتمع اللي هو بيكسب فيه ده، إزاي نحول الـ ده إلى حقيقة على الأرض عن طريق الإعلام. دي الفكرة بتاعتي الجديدة. بالمناسبة الحلاق اللي أنا كنت عنده امبارح أحسن من أي كوافير روحته في حياتي، شعري أحسن بكتير بكتير، أنا بشكره جدا. وبالمناسبة من كتر ما شعري أنا مبسوطة بيه النهاردة، أنا فكرت أعمل مسابقة للي عايزين يتعلموا حلاقة، للي عايزين يتعلموا حلاقة ويبقوا زيه، هنعمل مسابقة. أنا هقترح عليه الموضوع ده، هنعمل مسابقة وهو يختار ناس يفتحوا صالونات بتدريبه، يعني يبقى مدرسة، لأن هو من أنجح الناس وأشهر الناس في مصر. هي فين آية؟ يا آية هي فين؟ تأخرنا والله، ورانا 300 حاجة نعملها النهاردة. وهي آية بتلبسي ايه؟ اتأخرنا.
تأخرنا يعني. تفتكروا أطلع على يعني؟ بلاش بقى، كفاية كده، مستنيه رأيكم.